اشتدي أزمته تنفرجي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج هم كل مهموم، وأن ينفس كرب كل مكروب، وأن يقضي الدين عن كل مدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحول حالنا جميعا إلى أحسن الأحوال. اللهم حول حالنا جميعا من المرض إلى الصحة. اللهم حول حالنا من الفقر إلى الغنى. اللهم حول حالنا من الذل إلى العز. اللهم حول حالنا يا مولانا من الجهل إلى العلم. اللهم حول حالنا من المعصية إلى الطاعة. اللهم حول حالنا من العسر إلى اليسر. اللهم حول حالنا من الإعراض عنك إلى الإقبال عليك. اللهم حول حالنا من الغفلة إلى الذكر بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أنتم في الاستماع يا سادة يا كرام لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من خلال نافذة برنامج قبل الظهيرة إلى حدود منتصف النهار. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل الكرام الذين التحقوا بنا توا عبر هذا الأثير المعطر بأريجي الذكر الحكيم. أخي الكريم أختي الكريمة، شنو بالك نوقف مع واحد الحديث عظيم جدا، حديث قدسي، متكلم فيه هو الله جل في علاه، وهذا من الأحاديث القدسية الصحيحة. تعرف الكلام الإلهي من غير القرآن الكريم يعني في التراث ديالنا الإسلامي يعني كثير، هذا الكلام الإلهي، واحد العدد من الأحاديث يعني يعني رواوها بعض الناس عن بنو إسرائيل، خذوها من التوراة، لكن كاين مجموعة من الأحاديث القدسية اللي هي صحيحة. كاين كتب أعتقد عندها عناوين بحال هذا الشكل، يعني الأحاديث القدسية الصحيحة، يعني والإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما يعني خرجوا واحد العدد ديال الأحاديث قدسية، يعني بالشروط اللي كنعرفوا حنا ديال الإمام البخاري في تخريجه للأحاديث. هذا حديث عند الإمام مسلم وعند الإمام الترمذي، وهذا الحديث عنده واحد الهيبة وعنده واحد الجلال وعنده واحد العظمة وواحد الوقع في النفوس. وكانوا سادتنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي سمعوا هذا الحديث من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني جثوا على ركبهم، جثوا على ركبهم يعني جلسوا على ركبهم من هيبة هذا الكلام. وصار يعني تابعين وتابع التابعين، الناس اللي رواوا لنا هذا الحديث هذا يعني ملي كيسمعوه كيبغوا ياخذوه، يعني كيجلسوا على ركبهم وكيسمعوه تعظيما لهذا الحديث وإجلالا لهذا الحديث، لأنه حديث عظيم جدا، حديث الملك سبحانه جل في علاه يخاطب عباده وكيقول يا عبادي. تخيل الله تبارك وتعالى في هذا الحديث يخاطبك، يخاطبك يا عبادي. والمطلع ديال الحديث عجيب، مطلع الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. شفتي أخي الكريم أختي الكريمة، ملي كتلقى مطلع الحديث إني حرمت الظلم على نفسي كتفهم بأن كاين الناس يسيئون الظن بالله، كتفهم بأن كاين الناس يتهمون الله تعالى بالظلم.
كاين اللي كي يعني كي كيعبر بها هكذاك، تيقولها استغفر الله العظيم سبحان الله سبحانه عما يصفون، يعني كاين اللي كيقولها ما عندوش داك الوازع الايماني، ما عندوش هيبه الله تعالى في قلبه فكيقولها، وكاين اللي هو كيتلفظ بها دون ان يشعر. حتى كتقولي الشريف راه هادشي اللي كتقول فيه، اذا انت تتهم الله تعالى بالظلم. وشي مرات كنلقاو حتى شي امثله شعبيه وشي اقوال كنقولوها حنايا، وكنلقاو باننا نتهم الله تعالى بالظلم. الله السلام والعافيه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. كاين الناس أخي الكريم أختي الكريمة كتكون كتناقش معاه تيقولك شوف كل شيء الله هو اللي قدر عليا، الله بغاني ندير هكذا. كتلقاه تيشرب الخمر وهذا الشيء اللي كتب عليا الله، ربي بغاني يشرب الخمر. كتلقاه كيدير شي مصيبه من المصائب وربي بغاني نديرها. شي معصيه من المعاصي تيقول ربي بغاني نديرها، هادشي ماشي القدر عليا الله ما عندي ما ندير. اذن واش الله تعالى يجبرنا على فعل المعصيه؟ كاين بعض الناس كتناقش معاه تيقول لك واش من ذنب واحد حل عينيه لقى والديه كيعبدوا النار مثلا، شنو ذنبه؟ بمنيا كانه كيقول لك راه ربي ظلم هذاك الانسان اللي حل عينيه في واحد البيئه وقام تيعبدوا الشمس او كيعبدوا الريح او كيعبدوا شي حاجه اخرى. وضمنيا كيقول لك راه ربي ماشي عادل لانه خلق واحد لقى والديه كيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، وواحد اخر حل عيني في واحد البيئه ولقاو ما كاين لا دين لا حاجه. فالحديث يجيبك يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، انا ما ظلمت شي واحد. موضوع في الحقيقة فيه موضوع ما سهلش. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. شي مرات شي واحد كيكون في شي مصيبة من المصائب يبتلى بشي ابتلاء خطير في الصحة في المال، كيفقد شي واحد عزيز عليه وكذا، تقولك أشنو ذنبي؟ اش درت؟ علاش ربي يدير معايا هكذا؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. كتعرف أخي الكريم أختي الكريمة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ناس مؤمنين بالفطرة. شنو كانوا ناس مؤمنين بالفطرة؟ يعني هذاك الإيمان ديالهم كان إيمان فطري، إيمان بسيط، سمعنا وأطعنا، ما كاينش كثرة الفهامات، ما كاينش كثرة المناقشة والجدال وعلاش وكيفاش وكذا. صافي قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا. حتى أنه اشتهر عندهم مذهب التفويض، أنه يفوض أمره إلى الله. صافي اللي قال الله تعالى اللي كينا، سمعنا وأطعنا. جاءوا التابعين من بعد الصحابة هم مشوا على نفس النهج، تابع التابعين مشوا في نفس الطريق. إمتى بدأوا الناس كيسيئوا الظن بالله تبارك وتعالى؟ إمتى بدأوا الناس يعني كيتفلسفوا إذا صح حتى الكلمة هذه؟ النهار
اللي بدات تتسع الرقعه ديال الدوله الاسلاميه، وانتشرت الفتوحات الاسلاميه، وبداو كيدخلوا ناس ماشي عرب يعني الاسلام. فانفتح المسلمون على الثقافات، وبدات العمليه ديال الترجمه، وبدات كترجم الكتب ديال الفلسفه اليونانيه والفلسفه الاغريقيه والفلسفه الهنديه الشرقيه. فدخلات هذيك الافكار، فهنا المسلمين بداو كيتفرقوا، بداو الناس كيتسائلوا، بدات الاسئله اللي كانوا الصحابه لا يجرؤون على طرحها، واللي كانوا مسلمين امرهم لله تبارك وتعالى، ظهروا ناس اللي ولات عندهم الجرأة، ولو كيقولوا لا احنا راه ربي بغانا نديروا المعاصي، ربي هو اللي قدر عليا انني نشرب الخمر، ربي هو اللي قدر عليا ندير هذه، ربي هو اللي قدر عليا. وظهرت الفرق الاسلاميه، ياك كنسمعوا هادو يعني معتزله، هادو اشاعره، هادو ما تريدية، هادو مجسمة، هادو معطلة، هادو جبرية، واحد ميلل ونحل. فهاد الناس اللي تسموا في التاريخ بالجبرية هما الناس اللي تيقولوا بأن الإنسان مجبر على ارتكاب المعاصي. يقول إني حرمت الظلم على نفسي، وهذه من العقائد الفاسدة، أن الإنسان يعتقد بأنه مجبر وبأنه يعني لا اختيار له. نسأل الله السلام والعافية. هذه عقيدة دي المشركين. في القرآن الكريم قال تعالى في سورة الأنعام: تكلم على المشركين اللي عندهم هذه الفكرة، هذه فكرة أننا احنا ماشي باختيارنا، فكرة أن ربي بغانا نكونوا هكذا، ربي خلقنا مشركين وغادي نبقوا مشركين لأنه بغانا نكونوا مشركين، أجبرنا على هذا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني كون بغى الله كان يخلقنا مسلمين، ولا آباؤنا حتى هما كانوا يكونوا مشركين، ولا حرمنا من شيء. فربك يجاوبهم ويقول: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصوا. إذن هذه الفكرة أخي الكريم أختي الكريمة ديال لا ربي بغاني ندير هذه الحاجة، أنا كنعرف خيبة ربي قدرها عليا، هذه فكرة فاسدة وهذه عقيدة فاسدة. وإلا فالإنسان أراه مخير، سيدي ربي يعطيك العقل ووراك وعلمك وأرشدك وأرسل إليك الأنبياء وأنزل إليك الكتب، يعني وضح لك ما خلاش لك الحجة. سنأخذ فاصل قصير ثم نلتقي بعده مباشرة إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم واختي الكريمة، اليوم وقفنا مع حديث عظيم جدا من حديث القدسية
وهو اللي كيقول فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قلنا بأن هذا الحديث العظيم يعني الصحابة والتابعين وتابعي التابعين تلقوه بهيبة شديدة وبتعظيم شديد. ملي كيسمعوا هذا الخطاب الإلهي كانوا يجثون على ركبهم، ياك كيجلسوا على ركبهم تعظيما لهذا الكلام اللي كيقول فيه الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وحدة من أكبر الذنوب وأصعب الذنوب هي سوء الظن بالله تعالى، من أعظم الذنوب على الإطلاق إساءة الظن بالله جل في علاه. فالذي يعتقد بأن الله تبارك وتعالى يظلم راه أساء الظن بالله. اللي كيقول بأن ربي غير عادل سبحانه وجل في علاه في القسمة، علاش عطى لهذا وما عطاش لهذا، يسيء الظن بالله. اللي كيقول علاش هذا تزاد في أسرة مسلمة موحدة في بيئة نقية في بيئة فيها الإيمان، والآخر أش ذنبه أنه تزاد في واحد البيئة فيها الإلحاد، بيئة لا تؤمن بالله، بيئة فيها الشرك، ما ذنبه؟ فهذا إساءة ظن بالله جل في علاه. اللي كيقول لا هذا راه قدر عليه الله أنه يدير المعاصي وأنه يدير الفجور وأنه يتبع الشهوات، هذا الشيء كتبوا عليه الله وقدروا عليه الله تبارك وتعالى، كأن هذا العبد يعني مجبر على ارتكاب المعاصي. في القرآن: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وفي الآية الأخرى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من الذنوب الكبيرة جدا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فربي في الحديث هذا يقول لنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. المعنى: أحسن الظن بي. شفتي أخي الكريم أختي الكريمة، اللي كتأمل في الآيات ديال القرآن الكريم، وخليني نسرد عليك واحد يعني بضع آيات، غادي تلقى بأننا حنا لسنا مجبرين، راه عندنا واحد الاختيار نسبي. ملي كيقول لك سيدي ربي سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنا وريتك هما جوج طرقان، إما شاكرا وإما كفورا. ملي كيقول لك سيدي ربي سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا راه وريتك هما جوج طرقان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فسرها العلماء بأن طريق الخير وطريق الشر، طريق الهداية وطريق الغواية، هما بجوج. شوف الله تبارك وتعالى ملي كيقول لك في القرآن: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
ويعفو عن كثير. الا جاب بيش دستي الحمر ويبقى تابعنا، والله العظيم حتى واحد ما يبقى عايش. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. كون جا ربي حاسبنا ويبقى يدقق معانا في التفاصيل ويبغي مشينا فيها كاملين، ما غيبقى حتى واحد كيتمشى فوق الارض. ويعفو عن كثير. إني حرمت الظلم على نفسي، وما ربك بظلام للعبيد. طيب أخي الكريم أختي الكريمة، إحنا باش لكي نحسن الظن بالله جل في علاه محتاجين أن نفهم عن الله، محتاجين أنه يكون عندنا واحد النور كنشوفوا به لكي نحسن الظن بالله جل في علاه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. شوف من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا المخلوق اللي هو الإنسان أنه لم يخلقه كافرا، ياك ما خلقناش الله تعالى كفار، ما خلقناش الله تبارك وتعالى أننا ما كنعرفوهش ما كنآمنوش به، وإنما خلقنا كلنا بدون استثناء خلقنا مؤمنين، وهذا من رحمته سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ورد بالك وما قالش أو يسلمانه، رجعه مسلم مستسلم لله، لأنه أصلا خلق مسلما، أصلا ملي خرج من البطن ديال الأم ديالو هذاك الولد راه يؤمن بالله إلها واحدا، فطرة درها فينا الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمته سبحانه وجل في علاه. إذن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. بعض الناس وحنا كنعيشوا في هذا الزمن هذا يسيطر عليه يعني المنطق، جينا في عصر ديال التكنولوجيا وعصر ديال التقدم وعصر ديال ان الله جل في علاه فتح للبشرية واحد الآفاق في التقدم التكنولوجي وفي التطور العلمي، وصلت البشرية شي حويج يعني اللي ما عمرها وصلت لها، تقدم تكنولوجي خطير وغادي بواحد السرعة قياسية لدرجة أن هذا التقدم هذا ولا كيخلع يعني الواحد، ولا كيقول يعني بالله شنو جاي من هنا لقدام، يعني هذا الشيء اللي كنقراو يوميا واللي كنسمع هذه الأخبار اللي كنسمعو يوميا ديال أن أمور كثيرة جاية في الطريق، كيفاش كي غتولي الحياة. فنعيش واحد الزمن وكنعيش في ظلال واحد الحضارة اللي تؤله العقل وتعظم العقل. لكن كاين شي أمور اللي هي فوق طاقة العقل، والعقل ما يقدرش يدركها
وما يقدرش يحيط بها لأنه كيف ما كان الحال راه مخلوق، ومخلوق صغير وحقير. شفتي أخي الكريم أختي الكريمة، الإنسان عندما يكون في غرفة مظلمة مسدود عليه الشراجم ومسدود الباب والظلام الدامس، هل يستطيع أن يرى؟ واش يقدر يشوف؟ الظلام الدامس، الشراجم مسدودين، البيبان مسدودين، والليل والظلام. واش يقدر هذاك الإنسان أنه يشوف شي حاجة في ديك الغرفة؟ يقينا لا يستطيع، لك يقينا ما يمكنش. وخا هو كيشوف، عيني خدامة مزيان 10 على 10، ولكن في ديك الغرفة المظلمة يستحيل أنه يشوف. علاش يستحيل أنه يشوف؟ لأنه خاصو واحد الحاجة اللي بلا بها ميمكنش أنه يشوف. شنو هي هاد الحاجة؟ خاصو الإضاءة، إلا ما كاينش الضوء ميمكنش العين تشتغل. العين كتحتاج للضوء، إلا ما كاينش الضوء، إلا ما كاينش الإضاءة، ميمكنش العين تأدي الوظيفة ديالها اللي هي الإبصار. العقل ميمكنش يأدي الوظيفة ديالو أخي الكريم بدون وحي، بدون وحي، لأن كاين شي أمور اللي هي فوق العقل ما يقدرش. صافي تما كيتحبس، تما كيتبلوكا، هذاك هو الحد ديالو باش العقل يقدر يفكر ويخمم وشي أمور. أشنو خاصو؟ خاصو الوحي، خاصو الإضاءة بالنسبة للعين هي الوحي بالنسبة للعقل. محتاج للوحي اللي بغى يفهم الحياة الدنيا ويفهم الآخرة ويفهم الحكمة من هذا الوجود ويفهم الفلسفة من هذا الوجود، غير هو بوحده بدون وحي، بمعزل عن الوحي، بحال شي واحد بغى يشوف في الظلام. يا سيدي ما يمكنش تشوف، لأن خاصك واحد الحاجة ثالثة تعينك على الإبصار وهي الضوء، إلا ما كاينش الضوء لن تبصر. فنفس الشيء أنت بعقلك البسيط بغيتي تفهم شي حوايج راه يستحيل أنك تفهمها، ما يمكنش، لن تحيط بها علما، لن تدركها، صعب، ما يمكنش، مستحيل. الناس اللي اليوم يعتقدون بأنه بالعقل ديالو غادي، يا سيدي كاين شي حوايج فوق العقل ما يمكنش. سبحانه وجل في علاه في القرآن الكريم تقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شكون هما الذين يذكرون الله؟ ماشي عنده غير العقل، لا عنده عقل، ولكن عنده عقل مؤمن، عقل يعني أشبع صاحبه بالإيمان. لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالعقل زائد الوحي أشنو أعطى؟ أعطى الإيمان اليقيني بالآخرة. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إذن العقل محتاج للوحي. ثم ونحن نتكلم عن حسن الظن بالله جل في علاه أخي الكريم، نتكلم عن هذا الحديث العجيب فعلا. هذا حديث يعني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، أنا لن أظلمك، لن أظلمك وما ظلمتك، وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. غادي ناخذ واحد وقفة قصيرة ثم نلتقي بعدها مباشرة إن شاء الله.
مولاي صل وسلم. أيها الأحبة الكرام، أنتم دائما معنا عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من خلال نافذة برنامج قبل الظهيرة إلى حدود منتصف النهار. أخي الكريم، أختي الكريمة، كنتكلموا على حديث اللي كيقول فيه المولى الكريم سبحانه وجل في علاه، وهو حديث قدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فقلنا بأن هذه الكلمة، هذه ديال إني حرمت الظلم على نفسي، تبعث على الإطمئنان، تبعث على الراحة. الإنسان كيكون مطمئن، يكون مطمئنا بأنه راه ربي سبحانه جل في علاه لن يظلم أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فربي سبحانه وجل في علاه لا يظلم، لا يظلم في الدنيا ولا يظلم في الآخرة سبحانه وجل في علاه. وقلنا بأن باش الإنسان يعني يوصل لهذه الحقائق بعقله، العقل لوحده لا يكفي، محتاج للوحي، محتاج للوحي. والعقل والوحي راه يستحيل أن تجد بينهم تناقض. راه العقل ملي كيكون محايد وما عندوش خلفيات، غتلقاه بأنه يتفق مع الدين. والأمور ديال الدين أخي الكريم، الحقائق ديال الدين، ديال الإيمان، كل حاجة جاتنا من عند الله تبارك وتعالى ومن عند النبي عليه الصلاة والسلام، ستجد بأنها مطابقة للعقل. لكن اللي بغي يفهم هذه الحقائق بمعزل عن العقل، فيكون في الحقيقة قد اتبع هواه. ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، اللي هو الوحي. والإيمان أخي الكريم أختي الكريمة هو مسألة وقت فقط. احنا كلنا مؤمنين، ياك كنتزادوا كلنا مؤمنين، وكلنا غادي نرجعوا للإيمان. غير كاين الناس اللي كيرجعوا للإيمان بكري وفي الوقت المناسب وفي الوقت اللي كينفع فيه الإيمان، وكاين الناس اللي ما كيامنوش في الوقت المناسب وكيامن في الوقيته اللي ما غاديش ينفعوا الايمان. يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. كاين اللي ما غادي يامن حتى لديك اللحظه اللي الايمان ما غاديش يبقى ينفع. فالايمان اخي الكريم اختي الكريمه هو مساله وقت فقط. شتي الناس اللي هما كيقولك بان لا اله والحياه ماده وملحدين وكذا، وكيقولك العقل ويؤلهون العقل وكذا، واحد النهار غادي امن، ولكن للاسف غادي يكون فات الفوت. شي واحد ملحد كيهدوي مع شي واحد مؤمن ويقول له: كم ستكون حسرتك كبيره عندما تكتشف بان داكشي كله اللي كنتي كتامن به كله خيال، بأنه كله باطل. غتحس بالشمتة ملي غتلقى دابا الملحد يتكلم، غتحس بالشمتة ملي غتلقى بأن ما كاين لا ملك الموت، ما كاين لا قبر، ما كاين لا حياة أخرى، ما كاين حتى شي حاجة، داكشي كامل ما منوش. قال لي: في الحقيقة الشمتة ديالي ما غتكونش كبر من الشمتة ديالك ملي تكتشف بأن داكشي كله الذي كنت تنكر بأنه حقيقة. فرعون كان يدعي بأنه إله، كان يدعي بأنه رب، قال: أنا ربكم الأعلى، ياك في القرآن، أنا ربكم الأعلى. وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، أنا هو الإله ديالكم.
لكن في لحظة من اللحظات آمن، ولكن إن لحظة في لحظة الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهذه اللحظة يقول لك أنا آمنت، فربي تيجاوبو تيقول لي آلان الآن تال دابا عاد بغيتي تآمن. إذن الإيمان أخي الكريم هو مسألة وقت فقط. كلنا حنا بدينا بالإيمان وغنساليو بالإيمان، ولكن كاين اللي آمن في الوقت المناسب، آمن في الدنيا ملي غينفعو الإيمان ويشتغل بالإيمان ويطبق الإيمان ديالو، وكاين اللي ما غادي آمن تايفوت الفوت حتى كيبان ليه ملك الموت، حتى تبلغ الروح إلى الحلقوم وتقولك ويلي جداني ضيعت حياتي مشات الحياة. هذا المعنى يعني منصور جدا في القرآن الكريم، آية في سورة السجدة كيقول فيها الله تبارك وتعالى ولو ترى، شوف العظمة دي القرآن، يعني يتنقل بك في الزمان والمكان. القرآن تلقى فيه الأخبار الماضية، تلقى فيه قبل ما يخلق الله تبارك وتعالى آدم والخلق ديال آدم، وقبل ما تكون السماوات والأرض شوية كيتكلم لك على الدنيا، وكيتكلم على شي معركة، وكيتكلم على شي حادثة، شوية كيتكلم لك على المستقبل اللي غيكون في الدنيا وشنو غادي يحصل. واحد الوقت كيديك الجنة، واحد الوقت كيديك الجهنم. عجيب، القرآن تيدير بك شي تنقلات في الزمان وفي المكان غريبة جدا. شوف هذا المشهد، هذا تيقول لك ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، كانوا مجرمين في الدنيا، كانوا أعداء الله، كانوا يعارضون الله، يحادون الله. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، تخيل هذا المشهد، هذا ناكسون رؤوسهم، ناكسوا رؤوسهم يعني ذليل قمة الذل، ما قدرش يهز راسه. اش غادي يقولوا؟ ربنا أبصرنا وسمعنا، صافي يا ربي شفنا كل شيء، يعني شنو؟ يعني آمنا، يعني صافي يا ربي صافي، احنا دابا يا ربي هزينا الراية، يا ربي نحن مؤمنين، أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، صافي يا ربي راه تيقنا، احنا في الحالة دي ما كانش عندنا الإيمان، دابا راه عندنا اليقين، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فربي تيقول له شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن خصك انت تبدل المجهود، خصك تقلب على راسك، ربي وراك، ربي هداك، اعطاك هدايه الارشاد، فاساله هدايه التوفيق، اهدنا الصراط المستقيم، اطلبها. الحياه فرصه واحده، الحياه فرصه، اذا ضاعت ضاعت الحياه الدنيا والحياه الاخره. والعقل بوحده ما كفيش، العقل بوحده، نعاود نقول المثل، العقل في حاله في حال العين، العين باش تشوف ضروري خاصها الإضاءة، ضروري خاصها الضوء، ما يمكنش تشوف وما كاينش الضوء. العقل يستحيل أن يصل إلى الحقائق بدون إضاءة. شنو هي الإضاءة؟ هي النور الإلهي، هي الوحي. أنت محتاج إلى الوحي لتفهم حقيقة هذا الوجود وحقيقة ما خلقنا لأجله وما نحن سائرون إليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا حسن الظن بالله الكريم العلي الوهاب الذي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إياك أن تسيء الظن بالله، أحسن الظن بمولاك، أحسن الظن بمولاك، إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي. شكرا جزيلا على هذا الوقت الممتع الذي قضيناه معا في ظلال هذا الحديث القدسي الجليل. شكرا.